وجبه الفطار كوبايه شاي او نسكافيه بلبن خالي الدسم، معاها معلقه عسل نحل، معاها قطعه جبنه بيضه ملح قليل شويه، او 2 بيضه مسلوقه، او 2 بيضه معمولين اومليت بنقطه زيت واحده كده، او 4 معالق فول زائد رغيف سن او نص رغيف بلدي. عملنا بدائل كتيره في الفطار على حس الحلقه بتاعت النهارده الناس بتزهق. هننزل جدول الغداء. اليوم الاولاني بتاع النهارده وجبه مفتوحه وتعودنا على كده وهي وجبه واحده. اليوم الثاني اللي هو بكره ان شاء الله علبه تونه مع طبق سلطه خضراء كبير مع رغيف سن، والتونه يا ريت نصفيها من الزيت بس من غير ما نغسلها ولا حاجه. هناخد اليوم الثالث اللي هو بعد بكره ليوم الاحد، هيبقى 8 معالق فول، ممكن عليهم معلقه زيت زيتون او زيت حار، ومعاهم طبق سلطه خضراء كبير، ومعاهم رغيف سن. اليوم الرابع يوم الوقفه ان شاء الله، هناخد 4 قطع شيش طاووق مع 4 معالق رز مع طبق سلطه خضراء. في ناس يقول لك طب اشمعنى 4 قطع شيش طاووق، ما ناخد ربع فرخه. انا موافق، بس مننا اتكلمنا على الزهق من الرجيم، بنقول تغيير في طعم الاكل بيخلي الواحد يعرف يكمل رجيم، فما ناخد 4 قطع شيش طاووق اكيد هيبقى تغيير عن ان احنا ناخد فراخ كل يوم. اليوم الخامس اول يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين، وجبه مفتوحه، وطبعا هي وجبه واحده مش من الفطار لحد العشاء، او يلضم في اليوم اللي بعده. اليوم الثاني ثاني يوم العيد برضه وجبه مفتوحه. في بعض الناس موجوده في اماكن في فنادق السنه دي اللي هو بيسموها الاول انكلوسيف، يقعدوا ياكلوا مفتوح الاكل 24 ساعه، فيا ريت ما يقعدوش ياكلوا للدرجه دي، لان اوقات الوزن يزيد في الثلاث اربع ايام بتوع العيد دول ممكن يغلبونا بعد كده، لكن تقسيم الوجبات اكيد هيفيدنا اكتر. اليوم السابع اللي هو هيبقى يوم الثالث يوم العيد تقريبا، ربع كيلو كفته مشويه وبرضه فيه لحمه، بس بقى حددنا الكميه، زائد طبق سلطه خضراء كبير، زائد رغيف سن. العشاء بتاعنا علبه زبادي زائد 2 ثمرة فاكهه، والفاكهه اي نوع من الانواع اللي هي المسموحه عندنا. في ناس ممكن تستبدل الكفته بربع كيلو لحمه مشويه عادي خالص في ثالث يوم العيد علشان خاطر بس ايه، او ممكن رابع يوم العيد برضه ناكل ربع كيلو لحمه مشويه وسلطه خضراء ورغيف سن، مفيش مشكله. ده جدول